واحد بيسأل بيقول يعني ايه المعلوم من الدين بالضرورة؟ انا اسمع الكلمة دي كتير، المعلوم من الدين بالضرورة يعني ايه؟ وهل قصص الانبياء من المعلوم من الدين بالضرورة؟ المعلوم من الدين بالضرورة ما يعرفه الناس جميعا من غير افتقار الى نظر او استدلال، زي اصول الفرائض واصول المحرمات، وجوب الصلاة الخمس، تحريم الخمر والزنا، ف يعني المسائل المجمع عليها التي يعلمها العامة والخاصة ولا تقبل التشكيك، ما كان قطعيا مشهورا لا يخفى على العامة المخالطين للعلماء بأن يعرفوه بداهة من غير افتقار إلى نظر واستدلال. المعلوم من الدين بالضرورة أمره نسبي، يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. ما يعرفه من ولد في الإسلام أو نشأ في بلاد المسلمين غير الذي يعرفه المسلمون الجدد ومن نشأ في ديار الكفر. الظاهر يا ولدي أن القصص القرآني ليس من هذا القبيل، والقصص القرآني على كل حال ليست سواء، منها ما شاع العلم به وأصبح معلوما من الدين بالضرورة، ومنها ما لم يبلغ هذا المبلغ، فهذه المسائل النسبية.